كلمني كده عن العلاقات في حياتك كانت قد ايه مثلا يعني؟ قبل ما قبل الخطوة قول كده. خلاص قول كده. لا انا كنت عربيد يعني. مين في مصر وفي العالم مالوش ماضي؟ انا علاقات كتير. انا لا انا راجل متعدد العلاقات. تمام. يعني انا كانوا بيطلقوا عليا في الشارع زير نساء. زير بقول لك زير. لا ما هو مفيش راجل ما عندوش علاقات. لا مش غاويها خالص. يعني مثلا تجربتين ثلاثه كده كان ليا علاقه او علاقتين مثلا قبل الجواز. لا عندي ماضي سيء طبعا. ده قذر. عملت ايه بقى؟ لا ما حاجات ما تقلش. لا قول اللي ينفع تقال. لا قعدت في كافيهات. ما شايف على اكتر من كده. ركبت السيتي ايه يا سيدي؟ ترضى بقى انت تتجوز واحده ليها نفس الماضي بتاعك؟ لا انا ما خبطتش ان حد يخبط فيا. يا عم ده مهزق. والله ما اكمل. ممكن تفتح الكاش ده سيكاس عليها وعلى اهلها وعلى اللي جابوها وعلى اللي خلفوها. هو انا هعرف منين ان ملهاش ماضي؟ لا ما اتجوزت واحده ليها ماضي طبعا. على حسب، لو حبيتها فعلا وهي شايف الماضي بتاعها ده دي حياتها وشخصيتها. لا هو فكره ان انا قشطه تمام يعني مهما اعمل ان شاء الله لو عملت ايه في السنه في الاخر راجل يعني. لا انا كده بس هي ما تبقاش كده. ما احنا مجتمع ذكور متعفن بقى. هو زي ما انت بتدي الحق لنفسك لازم تدي للي قدامك نفس الحق. انت كولد بتجرب، هي كبنت كمان بتجرب، مفيش مشكله. انت توافق عادي؟ اه مفيش اي ازمه حتى لو فقدت عذريتها. ما انا بقول لك هي ممكن نفس الواحده دي تقول لي ان هي ملهاش ماضي، وانت ممكن تتشقلب ومش هتعرف اي حاجه عن تفاصيلها. في مقوله شهيره بتقول لك البطيخه لما اتفتحتش اتهرت تخبيط. انتوا جايبين لنا تزاونا ولا ايه؟ لا اسمع يعني ما ينفعش ده ايه ده يعني نطلع اقول لنا في بتاعنا احنا بدأ. بتقول ايه يا ابني؟ انا هجرب المعصيه ولا ايه؟ لو ماضي شمال لا طبعا. لا طبعا حتى لو كامل، حتى لو عملت عمره. طب لو انت قاعد في المنطقه انت واصحابك يعني في الشارع وفي شاب عدى عليك وقال لك سالكوا يعني كلكوا في بنت في عندكم في المنطقه البنت الفلانيه انا جاي اتجوزها، وانت عارف ان هي يعني الماضي بتاعها مش ولا بد قوي يعني، هتقول له ولا هتستر عليها؟ بص هو سؤال صعب. لا هقول له طبعا، ده جواز ما فيهوش هزار، الراجل داخل يتجوز يعني داخل يلبس في الحيطه. انا ربنا يحاسبني لو انا ما قلتلوش. يعني انا مالي يعني اصلا انا مالي في الحاجات اللي زي دي؟ اللي كان بيقول لي انا الفلانه دي تعرفها؟ اقول له اه اعرفها. ايه ظروفها؟ اقول له تمام. يقول طب انا عايز اتجوز. اقول له طب اعرفها الاول. لو هو حبيبي هقول له دوس معاه. لو حبيبي قوي بقى حاجات انا اللي هجيب له المأذون. مش حاجات تسيبه يتغفل، انا مالي. لو انا بقى هعمل فيها مواطن شريف وبتاع اقول لك لا، هقول له لازم اقول له الحقيقه وحاجات كده. لكن في الموقف ده ممكن اجيب ورا. مش يمكن مثلا لما اقول له حاجه وحشه عليها فما يتجوزهاش بس هي بقت كويسه اصلا؟ حد اعرفه هقول له بص طب يعني برضه مش هجيبها له دايركت يعني، مش هجيبها له صراحه بنتي وحشه شمال. لا اقول له يعني طب ما تفكر، طب سالت عليها كويس؟ ولا هقول له ولا هستر عليها، هقول له يعني اسأل وانت تعرف. اقول له ليه؟ انا مالي اصلا، هيروح يعرفها هي يعني. انا مالي انا اقول له ديت؟ ما انا ممكن ما اكون ما اعرفش يعني، ما انا ممكن اشوفها نازله مثلا ورايحه وجايه في عربيات. عارف ان هي كده يعني. وحتى لو عارف يعني وحتى انا مالي. خد الريسك يا معلم، خد الريسك. هو بقول لك تعالى اطلع معاك جونه حبيبي.